الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تلقينا خبر ما حدث من كارثة عند إخواننا في إندونيسيا ببالغ الأسى والحزن والألم، فإخواننا نشاطرهم الألم والحزن على ما أصابهم في إندونيسيا. ألمكم ألمنا، ووجعكم وجعنا، ومصابكم مصابنا، فأنتم أهلنا وإخواننا. قلوبنا تتألم لما حدث عندكم من آلام، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل من توفي في هذا الحادث الأليم، وأن يشافي الجرحى ويعافيهم، وأن يكونوا بأحسن حال. ونسأل الله أن يرد اللاجئين والمشردين، أن يردهم ويعوضهم خيرا على ما فقدوا من البيوت والمساكن. ونسأل الله أن يعين الحكومة ويعين كل أهلنا في إندونيسيا عون خير على مصابهم الأليم. نحن معكم ومنكم، ألمكم ألمنا.